سفرة رمضانية ضمنها سلطة الشمندر وبعض الأطباق الأخرى. هنا الثريد والسمبوسة والشوربة والتمور. هنا البرياني، تبدع في هذا الطبق الوالدة، وهذه هي العرسية، وجبة شهيرة لدى سكان الإمارات وعمان. هذه هي السوفليه، قرص مدقوق. هذه الحلويات من بيك هوم. مشلتت الله الله الله، مشلتت مشلتت بشو؟ تعرفونه؟ كرافت العسل مطبق دياي مقلوبة.